تألقت صيدا بزينة الأعياد وأطلقت احتفالاتها لمناسبة عيد المولد النبوي وعيدي الميلاد ورأس السنة تحت شعار الأعياد تجمعنا، بمبادرة من مطرانية صيدا للروم الكاثوليك بالتعاون مع بلدية صيدا ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك للسنة الخامسة على التوالي. الأعياد بتجمعنا، فعلا الأعياد بتجمعنا. لاحظت مثل ما قال سيدنا انه هالاطفال اللي اجوا غنوا للميلاد وللمولد هيدي ما بينسوها بحياتهم، يعني بتضلها متراكمه عندهم ذكريات للعيش معا. فنحن حقيقه بنشد على ايد كل اللي اشتغلوا واللي عم بيطوروا المشروع كل سنه عن سنه. بلبنان كله ربما هي لوحه صيدا اللي عم تخلي كل فئات المجتمع تعيد مع بعضها البعض. العيد منه إلا فترة زمنية بيمرق خلال السنة، ولكن بيترك أثر كبير في نفوس خاصة صغارنا. أحيت الحفل فرقة كورال مدرسة الحاج بهاء الدين الحريري التي صدحت بالمدائح النبوية والأناشيد الميلادية. وكانت جولة للحضور في أرجاء المعرض الميلادي المصاحب للاحتفالات التي تستمر أسبوعين.